صباح الهنا عليكي، بونجور، وسامعينك وعايزين ناخد منك طبعا يعني جولة سريعة على كل الأخبار المتخصصة والمختصة للنادي الأهلي، وكمان عايزاكي تقولي لنا الأجواء عندك أخبارها إيه. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا برحب بيكي وبالتاكيد برحب بيكي كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهوان ده حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني سريعا طبعا يا نهوان ده اقول لك الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن طبعا الاجواء يعني الى حد ما هاديه شويه، يمكن لسه يعني ما فيش عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، يمكن ابتدوا اعضاء النادي الاهلي يمكن في الساعات الاولى من صباح اليوم بيبتدوا يتوافدوا على مقر النادي. يمكن طبعا زي ما متعودين دايما بنشوف يمكن بيبقى فيه بس عدد بسيط من كبار السن هم اللي بيكونوا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره في الفتره الصباحيه، طبعا بيستمتعوا بالاجواء الصباحيه من داخل النادي. وطبعا في اللي بيكون متواجد عشان برضو زي ما انت قلتي يعني قبل ما اكون معاكي على الهواء مباشره، بيكونوا متواجدين عشان بيكونوا موجودين في صالات الجيم، في اللي بيمارس الرياضه طبعا بيحافظ على لياقته البدنيه، وفي اللي بيكون متواجد في العلاج الطبيعي يعني بيعمل شويه جلسات علاج طبيعي، طبعا ده بالنسبه لكبار السن. ويمكن مع اقتراب طبعا يعني على الساعه 3 العصر بيبتدي يتوافد عدد أكبر من أعضاء النادي الأهلي طبعا سواء كبار السن او العائلات او يعني كمان يعني الاطفال او الولاد اللي عندهم طبعا تمارين من داخل الصالات من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن ده طبعا الاجواء من داخل مقر النادي. خليني بقى اروح يعني طبعا لاخبار النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه والفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده كمان يا نهواندو يا كريم خليني اقول لكم انه التدريب النهارده او التجمع للفريق النادي الاهلي اخر تمرين واخر يعني طبعا الاستعدادات لمباراه شباب الوزداد الجزائري. التجمع هيكون الساعه 10 والتدريب هيكون الساعه 11 طبعا على ارضيه الملعب من داخل طبعا ملعب مختار التتش. كمان خليني اقول لكم انه التمرين هيكون الساعه 11 يمكن ده طبعا التمرين يعني بالنسبه لفريق كره القدم اخر الاستعدادات. يمكن كمان بكره ان شاء الله هيكون برده في تمرين صباحي بالنسبه لفريق كره القدم، وبعد كده هيتوجهوا مباشره لمطار القاهره الدولي طبعا عشان يعني يبتدي رحلتهم من مصر للجزائر ومواجهه شباب الوداد الجزائري المقرر لها ان شاء الله يوم الجمعه 16 فبراير، واللي هتقام في تمام الساعه 9 مساء طبعا بتوقيت القاهره، وهتقام في الجزائر طبعا دي الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وطبعا اللي هترأس البعثة هيكون الأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله يمكن الطيارة بالنسبة لفريق النادي الأهلي هتكون في تمام الساعة 3 عصرا، ده بالنسبة لفريق كرة القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا ابتدي معاكم باخبار فريق الاول لكره اليد الرجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن كمان النهارده يعني خليني اقول لك يا هواندو يا كريم انه في يعني العديد من المباريات النهارده سواء في كره اليد او كره السله. يمكن كره اليد النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مع نادي طلائع الجيش، وهتكون في تمام الساعه 4 عصرا على صاله نادي طلائع الجيش، ودي الجوله الرابعه بالنسبه لفريق كره اليد. كمان النهارده هيكون في تمرين بالنسبه لفريق كره الطايره، عندهم تمرين الاول الساعه 10 الصبح للساعه 11، طبعا التمرين هيكون تمرين خفيف يعني طبعا في صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن كمان النهارده هيكون في مباراه بالنسبه لفريق كره الطايره، يمكن طبعا المباراه دي هتكون مباراتين امام نادي شرقيه الدخان او استرن كومباني، المباراتين هيقاموا على صاله او مجمع صالات للدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن المباراتين دول هيكونوا عباره عن تصنيف المستوى في بطوله الدوري العام للكره الطايره. يمكن المباراه النهارده هتكون الساعه 6 ومباراه بكره هتكون الساعه 9. يمكن المباراتين زي ما قلت هيكونوا مع استرن كومباني ودي هتكون تصنيف المستوى، وبعد كده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيكون في دور الثمانيه بالنسبه لبطوله الدوري، ودي هتتم زي قرعه طبعا ما بين يعني اربع الفرق اللي هيكونوا في المستوى الاول وطبعا منهم النادي الاهلي واربع فرق تانيين في المستوى الثاني، وهيتم يعني زي قرعه ما بين المستويين او ما بين جميع الفرق في المستويين عشان بعد كده ان شاء الله هيتم تحديد مين هو الفريق اللي هيقابله ان شاء الله وهيواجه النادي الاهلي ان شاء الله في الدور الثمانيه، وهدي تكون مرحله البلاي اوفز. النادي الاهلي طبعا هيلعب ثلاث مباريات ومطالب منه ان هو يكسب مباريتين من اصل ثلاث مباريات في الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام للكره الطايره. فان شاء الله النهارده الاول هيتمرنوا في النادي فتره صباحيه، وبعد كده هيكون عندهم المباراه الساعه 6 ان شاء الله النهارده بالليل. كمان فريق كره الطايره سيدات النهارده عندهم
عندهم تمرين الساعه 7 على صاله الشهداء داخل مقر النادي، وكمان عندهم يعني يمكن نفس المباريتين دول بس مش هيكونوا في تصنيف المستوى، هيكونوا في دور الثمانيه على طول من بطوله الدوري العام للكره الطايره. يمكن المباريتين دول هيكونوا مع نادي الزهور يوم الجمعه ويوم السبت في تمام الساعه 8 مساء، وبرده المباريات دي هتقام على مجمع الصالات لدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن ده بالنسبه للكره الطايره. خليني بقى اروح طبعا لكره السله، ويمكن كره السله سيدات برده النهارده عندهم مباراه ان شاء الله امام نادي سموحه، والمباراه دي هتكون في الدور الاول من بطوله دوري السوبر لكره السله سيدات. يمكن طبعا ده الدور الاول، ودي مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن، فالنهارده ان شاء الله عندهم مباراتهم مع سموحه وهتقام في تمام الساعه 6 مساء طبعا على صاله النادي الاهلي، وهي صاله الشهداء داخل مقر النادي. ويمكن ان شاء الله بعد كده هيكون في بعد مباراة سموحة ان شاء الله اخر مباراة في الدور الاول، وهتكون امام نادي سبورتنج، هتقام يوم السبت ان شاء الله في مدينة الاسكندرية. فيعني من بعد مباراة سموحة يعني الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، ولكن يوم الجمعة هيتدرب وبعد كده هيسافروا على طول لمدينة الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق، واستعدادا طبعا ان شاء الله لمباراة نادي سبورتنج، واللي هتقام على صالة نادي سبورتنج في مدينة الاسكندرية. وزي ما قلت يمكن دي اخر المباراة في الدور الأول من بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات. دي سريعا طبعا يا نهواند كانت كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية. طبعا أنا معاك يا نهواند، ولو في أي سؤال ولا أنا عودة مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا نهواند، تفضل. قبل ما هشكرك هسألك طبعا يا سالة عن الأجواء عندك مع يعني تحسن الحالة الجوية والطقس ودرجات الحرارة، أعتقد بقى في إقبال أكبر أو بشكل أكبر في النادي، خلينا نعرف منك أكتر الأجواء وممارسة الرياضة من قبل برضو تحديدا كبار السن اللي بتبقى بشكل ملحوظ وبيسعدنا جميعا فعلا. طبعا زي ما انت قلتي يا نهوان كان في تحسن طبعا في حاله الطقس طبعا من كمان من داخل مقر النادي. يمكن طبعا الايام اللي فاتت شفنا شويه كان في يعني تقلبات شويه في حاله الطقس، يمكن شويه كانت درجه الحراره مرتفعه شويه منخفضه، النهارده يمكن درجه الحراره يعني نقدر نقول ولا منخفضه ولا مرتفعه، يمكن درجه الحراره يعني طبعا يعني مقبوله شويه بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي. فزي ما انت قلتي يمكن طبعا يعني زي ما قلت كمان في البدايه في عدد يعني بسيط من اعضاء النادي الاهلي وبالاخص كبار السن بيكونوا متواجدين هنا بيستمتعوا طبعا بالجو وبالاجواء الصباحيه من داخل النادي. يعني في طبعا اللي بيفضل قاعد يعني بيستمتع طبعا مع عيلته، وفي اللي بيكون متواجد كمان في صالات الجيم بيمارس الرياضه. يمكن طبعا كمان بيبقى في عدد بيدخل يعني ملعب مختار التتش عشان طبعا يمارس يعني رياضه المشي في التراك المختار التتش، بس يمكن طبعا عشان في تمرين الساعه 11 فطبعا ممنوع ان اي حد يدخل طبعا في وقت التمرين. كان بعد كده ان شاء الله لما الملعب بيبقى مفتوح والتراك بيبقى مفتوح بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي الكل بيبقى طبعا متواجد جوه التراك و يعني بيجروا او بيتمشوا داخل التراك طبعا لحد ما يعني بعد كده بقى موعد اللي هو بعد الخروج المدارس وخروج الجامعات يبقى في عدد اكبر من اعضاء النادي الاهلي من داخل المقر. فيه طبعا بيبقى عنده تمرين داخل الصالات زي طبعا قطاع الناشئين لكره السله كره اليد وكره الطايره، وطبعا بيكون متواجد اكتر عائلات واطفال وطبعا الولاد اللي عندهم تمرين. فيمكن يعني حاله الطقس يعني حاليا نقدر نقول مقبوله بالنسبه لأعضاء النادي الأهلي، وبالفعل يعني زي ما انت شايفه ورايا في عدد بسيط من كبار السن داخل مقر النادي.